ازيكم يا جماعة، يا رب دايما تكونوا بخير وفي افضل حال. ان بكرة ان شاء الله، لسه عرفت الخبر ده على طول دلوقتي. انا كنت طبعا بجهز ان بنتي بكرة رايحة المدرسة، وكنا قاعدين بنعمل هوم ورك وكل حاجة، خلصنا كل حاجة، فاكتشفت ان الخبر ده لسه نازل في البيج بتاعت الوزارة بتاعت اسكندرية. تمام، ان هو الخبر دوت ان بكرة في تعطيل للدراسة، فانا حبيت اقول لكم يعني علشان خاطر اي ام واي حد في الدنيا لسه ما عملش الهوم ورك وكان وراه حاجة وجاي مستعجل عشان يقعد بقى مع ابنه وبنته، لا بكرة اجازة، وعشان ممكن محدش يكون اخد باله. فيا رب اجازة سعيدة علينا وعليكم كلنا وعلى اولادنا، ونكون دايما بخير وفي افضل حال. وكل عام وانتم بخير بمناسبة انتهاء العام الميلادي. يا رب رزقنا سنة تكون جديدة علينا ونعوض فيها كل حاجة احنا ما قدرناش نعوضها السنة اللي احنا اللي خلاص هتنتهي دي، ونبتدي حياة جديدة وعام جديد بأمر الله. مع السلامة.